بعد ما قريت وزي كذا وحاولت افهم، لقيت انه يا اخي انت شرحت لي شيء نوعا ما غلط. مو انا مجوسي، لذلك اقول لك اذهب اشرح انت. لا يا شيخ، لا لا صدق، انا ما اقبل واحد ياخذ بشرحي فقط، اريد يتاكد حتى شنو، حتى نكون على بينه. تفضل يلا ايوه. انت اشرح لنا. يلا الشاهد من موضوع انه العباس وعلي كان بينهم خلاف، هذا ما والعباس كان يشوف علي وهو هذا ما علينا، هذا ما الخائن. هذا ادربي، هذا ادربي وما علينا، هذا ما يحتاج السولفه اصلا، هذا ادربي. شوف خلنا اقول لك ايه شيء، طيب بس انت اسمعني تقول انه بس علي اسمعني قال لي بس اسمعني اسمعني اسمعني. اي انا من اجيب روايه اطرحها اروح ادرس عنها كل علمائكم شنو شلون يناقشونها. جيد، هذه رواية فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا. دائما أنا راح أقول كلام يمكن بينك وبين نفسك تضحك أنت. دائما علماءكم يروحون يتركون النقطة الأصلية اللي يشكلون بها الشيعة، ويروحون على المقبلات اللي موجودة بالرواية الحلوة، وهي إنه سيدنا علي ذهب إلى سيدنا عمر، ومعناها سيدنا علي يحب سيدنا عمر، وبعدين سيدنا علي. صح لو مو صح؟ صح ضحكت. وبالأخير شوف شوف، بالأخير بنهاية الرواية سيدنا علي حب سيدنا عمر، وسيدنا عمر حب سيدنا علي، وسيدنا العباس بن عبد المطلب يرى علي كاذبا آثما غادرا، وإحنا ما نقول علي كاذبا آثما غادرا والعياذ بالله. صح لو مو صحيح؟ ايوه طيب هذا الكلام الصح. هاي مقبلات، هاي مقبلات اتركها انت، انزل لي بالوجبة الثقيلة لو سمحت. الوجبة الثقيلة شنو هي؟ علي يعترف أنه سمع النبي قال لا نورث ما تركناه صدقة، ويذهب إلى أبي بكر يطلب الميراث، وأبو بكر يقول لعلي قال النبي لا نورث ما تركناه صدقة، فعلي يرى أبا بكر كاذبا آثما غادرا خائنا. هاي الوجبة طبعا المفروض، طبعا المفروض مو علي اللي يشوف كذا، أبو بكر اللي يشوف علي هذه الصفة، لأنه رجع علي عارف أنه، عارف انه المفروض ما حد يطلب. الان هذا كلام عمر، الان هذا المفروض هذا يمك، الان هذا كلام عمر، عمر يقول انت يا علي فرأيتما، رأيتما من ابو بكر كاذبا آثما غادرا خائنا. فيلا شنو جبت رد لنا على الرد على هاي النقطة؟ تفضل. الرد على هذه النقطة هو نفس الرد اللي انت قلته في البداية حقت البهارات، مثل حقت المقبلات. طيب انه العباس هو اللي قال هذا الكلام لعلي، ولكن يعني الصحابه يظنوا، يعني عمر بكر يظن انه علي لا مو ما في هذه الصفات. بس يعني انت الان ما جاي بيرد، كيف ما جبت اي رد بصراحه. طب هذه النقطه يا اخي الحديث طويل وما اعرف فيها، اعطينا الحديث هذا. لا يعني انت الان اخ عامر احنا ارشدناك تروح تبحث بالموضوع تجيب لنا رد، تالي متالي ماكو اي رد. ليش هيك؟ لا بس المقصود انه انت جالس تعطينا شرح يا اخي غلط عن القصه. يلا اشرح، يلا انا الان هذا أنا هذا إشكالي. لما سألتك إيش الموضوع تقول لي إنه أبو بكر، لما سألتك قلت لك يعني إيش علي، يعني علي قال هذا الكلام لأبو بكر، تقول لي إيه قاله وأبو بكر ما سوى شيء، فأنا قلت غلط هذا الشيء، أجي أطالع في القصة لا ما قاله. طيب الآن بكر. الآن أنا قبل قليل ذكرت لك إشكال، تفضل رده لو سمحت. قلت لك الرد، أنت قلت لي لا ما عندك رد، هذا ما يعتبر. اي انت رديت على موضوع علي يحب العباس وعباس يحب عمر وعمر، هذا الان هذا لا 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 هذا هذا اسمعني اخ عامر، انا ما عندي وقت. علي الان عيب، انا اعيد الاشكال مره ثانيه، عيب عيب. لا لا عيب. انا عارف الاشكال. يلا رده، رد الاشكال بالضبط، تفضل رده. رديت عليك لكن انت على طول قاطعتني وقلت لي لا نحن عارفين هذه البهارات قبلاتنا. إما هو ما رديت على النقطة، رديت على بداية الرواية، أنا أقصد هذا المقطع. علي يعلم بالرواية إن لا نورث ما تركناه صدقة،
وراح لأبو بكر يطلب الميراث، وأبو بكر قال للنبي قال لا نورث ما تركناه صدقة. علي قال أبو بكر كاذب آثم غادر خائن، ليش رد؟ يعني علي بن أبي طالب في هذه النقطة غلطان صح ولا لا؟ ما أدري بكيفك أنت أحكم نفسك. أنا ما لا ما أدخل لما أنا لما واحد يعرف القانون حق هذه المسألة ويروح يطلب بالحق، يعني ما تحس إنه وهو الغلطان؟ أنا مثلاً أنا هذا الشيء. طب أنت أريد عارف إنه الرسول إنه ممنوع تطلب هذا الشيء، ليش تطلبه من أبو بكر؟ الله، فعلي غلطان. أيوه أنت حكم نفسك، مو تأخذك العاطفة. لا لا إن شاء الله ما تأخذني العاطفة، لا لا ما تأخذني ويا العاطفة ويا علي، سيدنا أبو بكر أهم. الرواية في الحاكم، الرواية في كتاب المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري أبو عبد الله. اسمع اسمع، أنت شنو رأيك بدعاء النبي؟ تحسه دعاء مخربط لو مقبول؟ هي أرض طق طق بطق طق بطق. إيش الدعاء النبي؟ النبي إذا دعا، النبي إذا دعا الشخص دعاء مخربط خرطي لو دعاء مقبول نبي كيفك شو تقول؟ لا لا النبي دعاء مقبول. شلون تقولها بصوت عالي؟ النبي دعاء مقبول. بعد مرة. خلاص. لا 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 مو أكو جواب. لو سمحت قولها بعد مرة. النبي دعاء مقبول. جيد. في الحاكم النيسابوري كتاب المستدرك على الصحيحين الرواية برقم 4629. قال رسول اسمع لو سمحت اسمع لو سمحت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رحم الله عليا اللهم أدر الحق معه حيث دار. هذا حديث صحيح على شرط مسلم. طب ما تحس انه هذه النقطة الحين انت رحت قفز الارنب؟ لا مو قفز الارنب انت لا 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 انت قبل قليل شنو قلت لي؟ قلت لي اترك عنك العاطفة ودعنا ننظر الى علي انه رجل غلطان في هذا الموضوع. انا الان جالس ارد اريد اقول لك اترك عنك عاطفة ابو بكر وانظر في دعاء النبي لعلي لعلك تعتقد أن عليا كلامه صحيح في أن أبو بكر كاذبا آثما غادرا خائنا. يا أخي أنت في النقطة اللي جالس تتكلم فيها في الحديث الأساسي اللي قبل قولتك قفز الأرنب تروح لحديث ثاني. الحديث نفسه أنه ما حد يطلب هذا الطلب لأنه الرسول قال انه خلاص يعني ها معليش خليني اقرا الحديث ثاني مره عشان اجمع كلامي عشان يكون كلامي مرتب ما يكون مخربط. قول شنو تريد وان انا اساعدك. انا الحديث حافظه قول ما يحتاج تقرا قول بس قول وانا اساعدك. حق انك ما تطلب هذا الطلب او انه الرسول قال يا اخي قال كلمه الرسول لا نورث ما تركناه صدقه. اي شبيهه ايوه يعني مو صح الرسول قال من البدايه ما نورث ما تركناه. لا ما هو انت عقلك طالب عارف هذا يا اخي. ما هو انت عقلك المفروض شويه يتفتح تبين عندك خيوط. هنالك جريمه انه النبي ما قال لا نورث ما تركناه صدقه وهذا الحديث مختلق على النبي كذب على النبي لان فاطمه بصحيح البخاري راحت الطالب بعرض فدك وابو بكر قال لها قال النبي لا نورث ما تركناه صدقه فماتت وهي غاضبه وعلي ما قال لها انه النبي قال لا نورث ما تركناه صدقه وعلي ذهب الى ابي بكر يطلب الميراث بعد 10 سنوات أو 3 سنوات عمر يقول لعلي تذكر من النبي قال لا نورث ما تركناه صدقة
الصدقة؟ يقول نعم. شوية حس بخيوط الجريمة أنه هذا المحديث مختلق على علي عليه السلام أنه سمع النبي قال لا نورث ما تركناه صدقة، وإلا الحقيقة واضحة، وإلا الحقيقة واضحة أن النبي لم يقل هذا، وعلي مؤتمر بأوامر النبي أن النبي لم يقل، ولكنهم أدخلوا عليا في الرواية أنه سمع النبي قال لا نورث ما تركناه صدقة. انظر من هالمنظار، ما هو أنت ليش تروح تنظر على المسكين علي تقول ها علي غلطان؟ خب انظر من هالمنظار الجانب الثاني، يجوز أبو بكر كذاب. أنا ما طلعت إنه أنا، أنت تقول نحن نتناقش كأنه نحن سنة، يعني الحديث سنة، كسنة عندنا صحيح. هو أنا وياك، أنا لا تخاف على كلام الحديث. نعم، ما أخذ بالكلام حق الحديث كلام صحيح. جيد، ما أخذ بالكلام ككلام صحيح، جيد. فلذلك أنت الآن عندك حديث صحيح على شرط مسلم، النبي يقول اللهم أدر الحق مع علي حيث دار، حديث صحيح. وعندك علي يروح يطلب أرض فدك، وأبو بكر يقول له لا نورث ما تركناه صدقة، وين الحق؟ خلاص مع علي، دام انه الحديث يقول كذا جرح مع علي. اذا ابو بكر كما قال علي كاذب آثم غادر خائن، وهذه وهذه الرواية اللي انت قريتها الان هي مختلقة على علي كذب، حتى يبينوا لك انه علي سامع حديث لا نورث ما تركناه صدقة، والا هذا كذب من عنده، لأن علي راح طالب بأرض فدك وأبو بكر رده وقال له لا نورث ما تركناه صدقة، وفاطمة طالبت وفاطمة ماتت وهي غاضبة على فدك، وكلهم ما سامعين طيب. لا نورث ما تركناه صدقة، والنبي يقول اللهم أدر الحق مع علي حيث دار، إما دعاء طيب النبي خرطي عندكم. المفروض ما تحط هذا الحديث للنقاش لأنه فيه لفة كبيرة. هو خلي بي لفة، لا خلي بي لفة. أنت الآن شنو اتضح لك؟ أبو بكر كاذب آثم غادر؟ أنا ما اتضح لي هذا الشيء، اللي اتضح لي إنه الحق مع علي. أنت جالس لا إنه الحق مع علي، دام إنه أنت ذكرت لي حديث إنه أدر الحق مع علي. اكتبه الآن، اكتبه طلع بالجوجل شوفه، اكتبه. خلاص ما يحتاج، لكن المقصد إنه أنت حطيت يعني حديث لدرجة إنه أنت خرجت عن قاعدة الموضوع إنه لا إنه انه هذا الحديث اصلا كذب وخلوا علي كذب. لا، بس انت قلت في البدايه انه نحن نتناقش كانه سنه، كانه الحديث صحيح 100%، بس انت قلت لا انه هذا الحديث اصلا كله كذب بكذب. لا، كانه اخي كريم رجاء بدون خربطه، هذا الحديث صحيح عندكم لو سمحت. ايوه صحيح عندك، فلذلك انا حاليا من اناقشك، ما اناقشك بطريقه انه انا شيعي واستدعي عليك من كتبي، يصير؟ لا طبعا ما يصير. فأنا الآن جالس أناقشك كسني ثاني لا أكثر ولا أقل، ترى يعني كشخص سني ثاني، بس مجرد أحكمك. السني الثاني ما رح يقول لي إنه والله هذا الحديث كذب وعلي أصلا جالسين يكذبون. لا 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 لا، أنا لا لا لا، أنا لو تلاحظ ما قلت لك الحديث كذب، لا أنا تدري شنو قلت لك؟ أنا دقيق بكلامي، شوف أنا دقيق، أنا شنو قلت لك؟ أنت قلت لي علي غلطان راح طلب الأرض من فدك لأن من أبو بكر لأن يعلم النبي قال لا نورث ما تركناه صدقة. أنا كشخص سني ثاني شنو قلت لك؟ قلت لك ليش تروح على علي اللي النبي دعا له وقال اللهم أدر الحق معه حيث ما دار؟ خب روح على أبو بكر. وروح على أبو بكر، خب روح على أبو بكر قول أبو بكر كذب على النبي، لأن علي النبي دعا له أن الله يدير الحق معه حيث دار، والرواية صحيحة على شرط مسلم، فالذي دعا النبي له أولى أن نتبعه من ذاك أبو بكر. أنا فقط أرشدك، أنت اللي تختار. والله صح كلامك. اوكي، هذه يبغى لها تفكير وقاعده مع النفس. ان شاء الله تعالى احنا منتظرينك اخ عامر، وما عندك على راحتك، وروح اسال مشايخك، طب لهم على الفيسبوك على التويتر على غيرها، اسالهم بهاي النقطه لو سمحت، سجل هاي النقاط عندك واسالهم بها. جيد، فاهم ان شاء الله. يا هلا بك.